خرجنا كنحيوا الذكرى ديال حركة 20 فبراير. حنا ساكنة أكادير شباب وشابات كنطالبوا بتغيير، كنطالبوا بإسقاط الحكومة، كنطالبوا بإلغاء مجموعة من القوانين من بينها هذا فرض التلقيح على إجبارية التلقيح، كنطالبوا بتوفير وظائف للمعطلين، كنطالبوا بإلغاء الخصصة، وكنطالبوا مجانية الصحة ومجانية التعليم، وكنطالبوا الزيادة في الأجور، وكنتمنى يكون شي تفاعل كبير من طرف الناس يخرجوا يحتجوا، لأن كاينين الناس اللي وصلت فيهم العظم، القدرة الشرائية ديال المواطن اليوم راه يعني وصلت للحد الأدنى اللي ما قادرش أنه يوفر أبسط الحاجات الضرورية اللي خصها تكون في الدار. كنشوفوا في السوشيال ميديا بزاف الناس كيحتجوا كيصوروا، كاين اللي كيصور الثلاجة ديالو كيقول اللهم إن هذا منكار، ما عندوش باش يوفر الحاجيات الأساسية، الغذاء ديالو ما عندوش الإمكانيات باش يشري الغذاء ديالو. إذا الحكومة شنو القول ديالها في هذا الشيء اللي تيوقع؟ واش هي ما مسوقاش للناس؟ واش هي ما مسوقاش؟ واش هاد الناس اللي حاكمين ما مسوقينش للشعب ديالهم؟ واش ما مهتمينش بالخطورة ديال الأوضاع المزرية؟ واش هاد السيد اللي حاكم الحكومة، الرئيس الحكومة ولا ما نعرف، ما قادرش أنه يخرج يسقط هذوك المخططات الطبقية اللي كانت من قبل، ولا أنه غير جابوا تاني باش يدي واحد الدور كاريكاتوري ومن بعد غادي يجريو عليه ويجيبوا واحد آخر؟ يعني شكون اللي كيحكم في هاد البلاد؟ حنا كشباب وشابات كنطرحوا سؤال واحد، شكون اللي كيحكم في هاد البلاد؟ هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي تخليدا لذكرى 20 فبراير، والتي تأتي هذه السنة في أوضاع أشد قتامة من ما عاشه المغرب قبل 2011. فهناك أوضاع قاتمة جدا يعيشها المواطن، هناك غلاء في الأسعار، هناك أيضا تمييز في التعليم من خلال السنوى الانتقاء، وهناك أيضا يعني قرارات مجحفة مع هذه الحكومة الجديدة، حكومة المال والسلطة. وبالتالي اليوم نحن نخرج من أجل التأكيد على أننا لن نستسلم وسندافع عن مطالبنا، رغم التطويق الأمني كما تلاحظون والتطويق الذي تعيشه هذه الوقفة الاحتجاجية، ولكننا نؤكد بأن مطالب 20 فبراير قائمة ولن نتنازل عنها كما قلنا. إذا الأوضاع اليوم قاتمة، الناس يعيشون اكتواء وغلاء في الأسعار، أيضا هناك كما قلنا هناك في التعليم هناك نظام التعاقد الذي يكتوي به أساتذة المفروض عليهم التعاقد، وتنسيقيتهم ما زالت تطالب في الميدان، هناك أيضا تراجعات في التعليم، تراجعات في الصحة. إذا اليوم نؤكد بأننا كما قلنا هذه المطالب قائمة، وبأننا كل الأصوات الحرة في المغرب يجب عليها أن تهب من أجل الدفاع عن حقوقنا التي يمكن أن نجدها ذات يوم، وهي في مهب الريح. ولهذا نقول بأن الأوضاع في المغرب أوضاع قاتمة جدا، وبأن مطالب 20 فبراير لا زالت قائمة، خصوصا مع هذه الحكومة الجديدة، هذه الحكومة التي كما قلنا عناوينها عناوين سوداوية. الآن المواطن يعيش يوميا زيادة في الأسعار، المواطن يعيش كما قلنا بالنسبة للتعليم تم إقرار وتم إقبال الجامعة من خلال انتقاء السن في التعليم. إذا كل هذه الأوضاع ويعني أوضاع كما قلنا أوضاع صعبة يعيشها المواطن، وبالتالي فإننا كما قلنا نخلد هذه الذكرى من خلال نقابات تعليمية وأيضا الهيئات الحقوقية وأيضا المعطلين والطلبة، كلنا صوت واحد من أجل أن نقول كفى من هذه الإجراءات التراجعية، وبأن مطالب 20 فبراير لا زالت قائمة. كتجي هاد الوقفة ديال الجبهة بالإضافة للتنسيقية ديال المعطلين حاملي الشواهد، يعني تخليدا أولا للذكرى ديال 20 فبراير، ثانيا ضد الغلاء ديال الأسعار، هاد الغلاء اللي كلشي اليوم كيحس به وكيتكلم عليه،
واللي الحكومه او لا رئيس الحكومه تيخرج فواحد يعني تحدي ولا اش غنسميه تصريح غير مسؤول اللي كيقول فيه بانه احنا الاولويات ديالنا هي الجرعه الثالثه. هذا واحد يعني رد الفعل من رئيس حكومه غير مسؤول كيتحدى فيه هاد المواطنين كيقول لهم باللي احنا يعني ما غاديش يعني لا تعنينا المشاكل اليوميه ديال المعيشه اليوميه ديال 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 المواطنين. وطبعا راه لن تعنيه لان مسؤول اللي كيجمع بين الثروه وبين السلطه يعني الثروه والمال راه ما مقيوسش بشكل مباشر بهذه الازمه وبالتالي راه لا لن تعنيه. حنا كنشوفوا اليوم باللي هذا الغلاء ديال المعيشه واحد يعني غلاء اللي ما كيوازيش نهائيا اي تدخل ديال الحكومه في دعم الاسعار ديال المواد الاساسيه بالاضافه للغلاء ديال يعني المحروقات اللي غادي في تزايد وما عرفناش فين غادي توصل. وهذاك الشيء راه كيوازيه واحد الغلاء ديال المواد الاساسيه ديال اليوميه ديال 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 المواطنين اللي كيعيشوا بها بشكل يومي. وفي نفس الوقت يعني الزياده راه مهوله وكاين تجميد ديال الاجور يعني الاجور ديال الناس راه اللي عنده شي صالير راه ما تزاد ليه فيه والو حتى من دوك الوعود اللي كان عطى رئيس الحكومه ديال الزياده ديال الاساتذه وما الى ذلك من الوعود الكاذبه راه مازال ما كاين حتى شي حاجه. المواطنين يكتوون بنار هاد الاسعار وفي المقابل كاين تجميد ديال الاجور. حنا خارجين كنضموا صوتنا للصوت هذوك الهاشتاغات اللي كاينين في الفيسبوك وفي تويتر وفي الانستغرام وفي تيك توك وفي كل شيء هذوك المواقع ديال التواصل الاجتماعي اللي كتندد بالغلاء ديال الاسعار. الغلاء ديال الاسعار واحد يعني واحد شي حوايج اللي كتعبر على عدم المسؤوليه ديال هذه الحكومه بخصوص هاد المواطنين. نقول لا الغلاء الاسعار، نقول لا للزيادات، نقول لا لتجميد الاجور، نقول لا لتعميم البطاله، نقول لا للقهر ديال الشباب اللي كيدفعهم هذا الشيء كل الحريق وانهم يرميو انفسهم في القوارب ديال الموت. وعاش الشعب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.